السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. معكم يوميه ام محمد. اليوم باغا نشارك معكم دجاجه محمرة اللي كتجي ساله بطريقه زوينه. يلا على بركه الله. المهم طريقتي انايا، كنبداو بالمقادير. هناخذ الربيع مقطع، زيت الزيتون، الزيت النباتي، كنخلطها مع عصير ديال الحامض، كاس صغير ديال الماء، معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال الابزار، نص ملعقه ديال الهريسه، معلقه ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال الملحه، ثومه محكوكه، السمن الحر، معلقه كبيره ديال الهريسه، هذا هذيك البابه ديال الحامض المصير، صافي، والبصله، والدجاجه كما قلت لكم، وهذا الصوصه ديال الصوجا. يلا على بركه الله. نبدا بسم الله. غنضيف الربيع، غنخلي واحد شويه، غنديروش كامل، ندير العصير ديال الحامض، ندير الزيت، غنديرها شويه، غندير دوك التوابل، غندير السمن، غندير الهريسه، ثم كذلك خليت فيها شويه، خليت واحد شويه، انا اخذ معلقه صغيره ديال الصوصه الصوجا، صافي غنخلطهم مزيان. صافي كنخلطو مزيان، غنضيف الماء، بسم الله، غناخد الدجاجة ديالي، غنعمرها من الداخل. هو الدجاج من الاحسن ما يكونش ديال نفس النهار، زعما نفس النهار اللي مطبوخ فيه، ملي كيكون في الفريجو كيكون كيجي طاب وكيجي زوين. صافي نطلع واحد شويه مده نص ساعه بحال هكا في العطايه ديالها باش تشرب مزيان. صافي بعد ما خليت الدجاجه ديالي تكملت نص ساعة، الجميلة ديالي غنخلي واحد شوية لاصوص، البصله غنديرها شويه، هذا نخلي حتى الاخر، مبدئيا
هاي الدجاجة ديالنا. طبعا نديرها تشحط. صافي هاهي الدجاجة ديالي، غنشعل عليها دابا البوطة. كتبان ليكم بدات طيب، بدات تقوى بحال هكا. صافي بنا نقلبوها تاني، نبدا نديرو لها تاني بحال هكا. صافي كناخذ الكبدة كنضيف لها واحد شوية الماء سخون، غنخليها شوية في الماء سخون. صافي غنصفي هاد الماء عاد نشرملها. صافي هي ملي خليتها في الماء سخون شوية وصفيتها ديك الكبدة، أنا خدت هداك لاصوص لي خليت، هاديك شوية التومة، شوية طربيح، المهم هاديك الطربيح لي خليت، شوية الزيت، غنخلطها فيها مزيان. وناخد أنا درت هنا العنيقات و داك الجنيوحات، غنخلطهم معاهم. غنخليهم مرقدين هنايا، غنحيد الدجاجة وعاد غنضيفهم هما البصلة اللي بقات. هاهي تاني الدجاجة ديالنا ملي قلبتها، غندير ليها تاني نفس كيف الدجاجة قبيلة، نديرها ليها تاني من هنا. صافي خلاص تطيبوها ونرجع معاكم. صافي غنضيف هاديك الكبدة و هاديك الجنيحة ديال القبيلة لي شرملت. وغنضيف هاديك البصلة لي بقات ليا. غنخلطو و غنقص البوطة، نخليهم طيطيبو على خاطرهم حتى تضمن ليا البصلة. صافي كناخد معلقة ديال لاموطاغ و معلقة ديال الزبدة، شوية الهريسة، غندهن بها الدجاجة. صافي دابا غنديرها تحمر. Thank you.
هذا هو الشكل النهائي ديالنا البنات، الدجاجة المحمرة ديالنا كتجي بهذا الشكل. يلا بالصحة والراحة، إلى عجبكم الفيديو ديروا اشتراك وديروا لايك باش يوصلكم أي جديد. حتى الفيديو المقبل إن شاء الله. يلا بالسلامة عليكم.